الحفاظ على النظافة. كريم ومكرم كانا يحبان أن يلعبا بالتراب. التلطخ بالطين شيء عظيم ولا مانع من الاتساخ. الولدان غير النظيفين كانا يكرهان وقت الاستحمام ويجدان الملابس النظيفة مخيفة. مكرم كان يهرب من فرشاة الشعر. كريم كان يحب الأظافر الطويلة الممتلئة بالأوساخ. كثيرا ما كان ينسيان تنظيف أسنانهما. لكن كل شيء تغير في اليوم الذي زارا فيه حديقة الحيوان. بدأ الأمر عندما رأيا الدببة. سأل مكرم: لما تفرك الدببة جسمها هكذا؟ أجاب الأب: لتنزع الأوساخ عنه. كانت البوبور تنظف نفسها بألسنتها الخشنة، وكانت النسانيس تنظف بعضها، تلتقط البراغيث وحبات التراب وبقايا الطعام. حتى الفيلة كانت ترش نفسها بالماء لتغتسل. كان بيت الزرافات كريه الرائحة فعلا، لكن عامل الحديقة جاء ومعه خرطوم ماء وفرشاة، وبعد وقت قصير كانت الزرافات فرحة ومرحة. عامل الحديقة حكى للولدين عن الحيوانات البرية. التماسيح تفتح فمها لتأتي الطيور وتنظف لها أسنانها. الطيور تأكل بقايا الطعام العالقة بين الأسنان. استمتع الولدان برحلتهما إلى حديقة الحيوانات. الرحلة جعلتهما يفكران في الحفاظ على النظافة. إذا كانت الحيوانات تغتسل، فلما لا يغتسلان هما أيضا؟ كريم ومكرم صارا نظيفين. الآن هما بعد استعمال المرحاض يغسلان أيديهما بالماء والصابون. يغسلان أيديهما أيضا قبل تناول الطعام وبعده. إذا لم يكن حولهما ماء، يستخدمان جلا منظفا. يفركان أيديهما ويفركان إلى أن يتلاشى الجل. من المهم التخلص من الجراثيم. الجراثيم أشبه بحشرات صغيرة جدا تعيش على جلدك، يمكن أن تجعلك مريضا جدا. هذه الأيام يكثر مكرم من الاستحمام. كريم اكتشف أنه يمرح كثيرا في حوض الاستحمام. بعد الاستحمام من المهم تنشيف الجسم من الرأس حتى أصابع القدمين. من لا يفعل ذلك يمكن أن يحكه جلده. ثم يلبس كل منهما بيجامة نظيفة. الملابس النظيفة مريحة ورائحتها طيبة. هذه الأيام مكرم يغسل أسنانه بالفرشاة والمعجون كل صباح ومساء. كريم لا يمانع أن يقص له والده أظافره. الأظافر قصيرة أنظف وأقل جراثيم. في كل صباح
يلبس كل منهما ملابس داخلية وخارجية نظيفة. الشامبو يجعل شعرهما ناعما وبراقا. ثم يأتي دور اللعب والمرح والتلطخ بالطين والتقلب على التراب وتوسيخ الثياب.